السلام عليكم ورحمة الله تعالى. من حوالي 3 أيام بالظبط خرجنا مع حضراتكم اتكلمنا لما عرضنا الخبر اللي أمام حضراتكم ده، وقلنا في الخبر اللي موجود أمام حضراتكم يعني يا جماعة السيسي معاه 70 قناة فضائية، 40 إعلامي أقل واحد فيهم بيتقاضى 1,000,000 جنيه، ده غير الإعلاميين اللي بيرسلم، معاه لجان إلكترونية، معاه عمرو أديب، معاه أحمد موسى، نشأة الدين، لميس حديدي، محمد باز، مصطفى بكري، كل الدول يا سيسي مش لا يشبعوا رغبتك في التطبيل اللي بيطبلوه لك اناء الليل واطراف النهار، وبتتكلم على 4 قنوات على اليوتيوب ولا 5 قنوات على اليوتيوب، القناة معمولة واغلبنا بيصور بموبايل، وبتقول دول بينغصوا على المصريين الانجازات وهيتحاسبوا امام ربنا. وقتها خرجنا وقلنا لحضراتكم السيسي بيعترف ضمنيا ورسميا بفشل اعلامه وفشل المليارات اللي صرفها في الاعلام. عمرو اديب خرج النهارده علشان يطالب السيسي ويقول له سيبنا بقى يا اخي نعرف نتكلم بقى، يتقال عننا مطبلاطيه وبتوع طبخ. فقرات الطبيخ هم عاملين مش عارف، سياده الرئيس احنا محتاجين نعرف نتكلم، فتح الكلام بقى. ده عمرو اديب، ده عمرو اديب، انت متخيل يا جماعه؟ كنا بنقول ونعيد ونزيد يا جماعه، كلمه حق تعادل استديوهات الجزيره جنب منها، ام بي سي جنب منها، صدى البلد جنب منها، دي ام سي جنب منها العربيه، كلمه حق بموبايل تعادل استديو ممكن يتصرف فيه 1,000,000,000 دولار. يعني انا عايز اقنعكم مثلا بالله عليكم وادخلوا كده على المشاهدات في ام بي سي، شوف ام بي سي لها كم استديو، كم اعلامي، كم معدات، قنوات، قمر صناعي، مش عارف، ادخل كده شوف مشاهدات عمرو اديب على ام بي سي، وشوف مشاهدات اي واحد عادي بيصور بموبايل على اليوتيوب، هتلاقيه معدي عمرو اديب برقم عالي جدا في المشاهدات بتاعه الفيديو. ليه بقى؟ لان بتختلف كلمه الحق، فيخرج لك عمرو اديب اللي احنا كنا بنقول عليهم يا مطبلاطيه، يقول لك سيبنا بقى احنا بقى يتقال علينا بتوع طبخ، وبعد ما احنا بنطبل لك يا سيسي، ده عمرو اديب اللي بيقول بعد ما بنطبل لك بتلومنا بالشكل ده. أكتر من مرة سيادة الرئيس أبدى لومه للإعلام، الأمر لله من قبل ومن بعد، وهذا أمر لا يعني ما مش حاجة أتكلم فيه، مش هناقشه يعني. أمال يا عمرو أديب ما لازم يلومك، ده اللي أنا قلته لكم بقى يا جماعة في الفيديو اللي في الحلقة الفيديو اللي فات، في فيديو كنت مسجله ساعة ما السيسي خرج يقول لك الإعلام اللي بره اللي هم 5 قنوات يوتيوب ربنا هيحاسبهم عشان بينغصوا على المصريين الإنجازات. عمرو أديب ساعتها السيسي ساعتها بيلوم على إعلامه وعلى المطبلاتية بتوعه إنهم ما بيعرفوش يطبلوا بفن، ما عندهمش ايه او ما بيطبلوش الطبل اللي يرضي السيسي ويرضي رغبته. فعمرو اديب خرج يقول له انت بتلومنا بعد اللي عملناه لك، بعد ما السيده زوجتي لميس تنزل لك عند الكاتدرائيه في العباسيه ترجع لي خميس مش لميس، بتلومني، بتلومني بعد ما خليت تركي آل الشيخ يديني هنا، وبتلومني، بتلومني بعد الطبل اللي طبلته لك اناء الليل واطراف النهار. قعدنا نقول يا جماعه السيسي مش راضي عنهم رغم انهم مطبلاطيه ليه، بس مش راضي عنهم ليه؟ لان عارف كلمه الحق تساوي 1,000 استديو. نكمل مع عمرو اديب. انما ايضا انا محتاج اعرف اعبر اكتر، اتكلم اكتر. عمرو اديب محتاج يعرف يتكلم اكتر. انت بالله عليك انت متخيل؟ طب والله لا مش متخيل. ها؟ انت والله انت ما متخيل. سياده الرئيس اعلام ما عندوش فرصه. طب والله من جواك انت ما متخيل ان عمرو اديب عايز يتكلم اكتر. انت بس انا بوريك اهو علشان لما تلاقي نهر النيل بيتباع تسال نفسك هو ليه نشأة الدين واحمد موسى بيتكلمش. يا عم ما فيش اوردر، ما فيش اوردر. بالمناسبه، بس بمناسبه الاوردر، عارف صوره السيده الجميله اللي امام حضراتكم دي؟ دي السيده اللي امبارح اللي كان الدور الوظيفي بتاعها هي اللي هتقول لعبد، يعني هي المذيعه اللي بتنقل كلمه السيسي ليعلن ترشحه لرئاسه الجمهوريه للفتره الرئاسيه الثالثه. شايف صورتها دي؟ السيده دي هي السيده اللي امام حضراتكم اللي هتشوفوها الان، وهي بتقول وتم الارسال من جهاز سامسونج، اعترفت على نفسهم انهم اعلام سامسونج، فقعدوها في بيتا تقريبا من 2015 ولا 2014، لسه مطلعينها بعد 9 سنوات من الام عشان تعلن ترشح السيسي. تم الارسال من جهاز سامسونج. وتم الارسال من جهاز سامسونج. فطبيعي جهاز سامسونج هو اللي بيبعت السكريبت، هو بيبعت السكريبت يقول انك احنا انت بقى جهاز المخابرات اللي بيدورك،
جهاز المخابرات اللي بيدورك. مين بقى جهاز المخابرات اللي بيدورني؟ التركي ولا القطري ولا اللنداني ولا الياباني ولا الافغاني؟ اصلا انت كل شويه جهاز مخابرات، كان مثلا جهاز المخابرات التركي ده كشك سجاير، تخبط كده السلام عليكم انت بتاع مخابرات، تعالى انا عايز اتجند، تعرف تجندني؟ ما بتعرفش؟ طيب اروح للمخابرات البريطانيه، السلام عليكم بتاع او هلو بقى او ويلكم ايا كان بقى، بتعرف تجندني؟ مش هينفع. طب ممكن اعدي عليك مره اخرى؟ كان اجهزه المخابرات دي بتلعب اللي هو بص انا اروح اتجند هنا شويه وهنا شويه وهنا شويه. عمرو اديب قال لك انا محتاج اتكلم، انا مش عارف اتكلم. عمرو اديب مش عارف يتكلم، ان هم لا يصالحوا الناس، قولوا للناس مش عارف تقول ايه. لما عمرو اديب مش عارف يتكلم، ده اعتراف يا جماعه، ده اعتراف. بص يا جماعه، فيديو عمرو اديب طويل 40 دقيقه ان شاء الله، نعمل جزء تاني منه بكره، لكن ده اعتراف ضمني من عمرو اديب بيقول لك ان احنا مش عارفين نتكلم، احنا عايزين فرصتنا، احنا عايزين فرصتنا. احنا بعد ما نجيب ساويرس قال علينا المطبلاطيه، نجيب ساويرس اللي هو كان بيعملهم، بص اللي هو كان بيشغلهم وبيصرف على تمرد وكان عنده القنوات الفضائيه كلها ساعه الانقلاب العسكري على محمد مرسي، نجيب ساويرس بقى يوسف اللي هو يعني هو اللي مربيهم، قال عنهم مطبلاطيه. عن عمرو اديب بعد اللي اتوصف بيه هو ولميس الحديدي ومش عارف ايه بقيت العب. فمحتاج عمرو اديب ان يتكلم، هو مش عارف يتكلم. على فكره يا جماعه، بس عشان تبقوا عارفين، كلمات عمرو اديب دي مش من عمرو اديب، لازم تبقوا فاهمين كده كويس. كلمات عمرو اديب دي من السعوديه. عمرو اديب لا ما يقدرش يطلع يقول كلمه من الكلمات اللي حضراتكم شفتها دي الا باوردر مباشر من السعوديه. السعوديه اللي تقول له يا عمرو اتكلم يا عمرو ما تتكلمش. وعمرو اديب بيتكلم بالشكل ده، هو مدرك تماما ادراك السيسي ما يقدرش يجي ناحيته. ليه؟ علشان تركي آل الشيخ، ومن ورا تركي آل الشيخ محمد بن سلمان. ليه تركي آل الشيخ قال عن عمرو اديب؟ مش لازم اجيب الفيديو، والله ما هجيب، انت حضراتكم يعني افضل مني وسمعتوه 200 مره. تركي آل الشيخ قال لعمرو اديب انت صناعه سعوديه، فمسيسي مش هيقدر يجي ناحيته. فعشان كده عمرو اديب محتاج يعرف يتكلم. قال لك محتاج، قال لك احنا محتاجين فرصه اكتر من كده، احنا عايزين نعرض، بس ايه؟ يكون تعرض بفن شويه. الشباب اللي معاهم موبايلات وشغالين على اليوتيوب بقى بيعملوا مشاهدات احسن مننا، احنا محتاجين فرصه. سياده الرئيس، اعلام ما عندوش الفرصه لاسباب مختلفه. نحتاج ادي لعمرو اديب فرصه يا سيسي، ادي يا سيسي لعمرو اديب فرصه. سيسي عمل قناه فضائيه اسمها القاهره الاخباريه، باعتراف النظام ذاته اتصرف عليها 2 مليار جنيه، قد ال 2 مليار جنيه اللي سيسي ممكن يشتري بهم ترامادول ويوزعهم على المصريين. اشتغل عمل قناه اسمها القاهره الاخباريه. ارجوكم بعد ما تشوفوا الفيديو اللي انا موجود مع حضراتكم فيه ده، روحوا ادخلوا على اليوتيوب على قناه القاهره الاخباريه، اتصرف فيها 2 مليار جنيه على استديوهات وازيد من 30 اعلامي في قناه واحده اسمها القاهره الاخباريه. واستوديوهات في بريطانيا، واستوديوهات في واشنطن، وفي تركيا، وفي السعوديه، وفي كل مكان، وفي الصين، وفي اليابان، استوديوهات 2 مليار جنيه. ادخلوا على القناه بتاعه القاره الاخباريه على اليوتيوب، شوفوا مشاهداتها بس يا جماعه، هتلاقي 10 مشاهدات، 20 مشاهده، 30 مشاهده، 40 مشاهده. الفرق اللي بيننا وبينهم كلمه الحق اللي ما بيقدروش يقولوها، اللي بالمناسبه زي ما عمرو اديب شغال في قناه ام بي سي السعوديه، معتز بالله عبد الفتاح صاحب نظريه الخرم في سد النهضه، شغال في قناه المشهد الاماراتيه، خرج يقول لك كده، ليس لها من دون الله كاشفه. كلمات معتز بالله عبد الفتاح كانت بعد دقائق من اعلان السيسي ترشحه للولايه الثالثه. كانوا فاكرينه مش هيترشح، هم المفاجاه المتوقعه، هم كانوا فاكرينه مش هيترشح لكنه ترشح. عمرو اديب باوردر واوامر وانقلاب سعودي على السيسي، ايوه انقلاب سعودي على السيسي، مش هنديك فلوس تاني، ها مش هنديك فلوس تاني، وهنخلي واحد من قلاديشك يقلدش معاك، يقلدشك. عمرو اديب خرج يقلدش عبد الفتاح السيسي ويقول له احنا عايزين بقى ناخد فرصتنا بقى ونتكلم بقى، عايزين نتكلم، احنا بعد اللي بنعمله ده كله بتلومنا وتقول ان الاعلام اللي بره عامل شغل احسن منكم وربنا هيحاسبه عشان بنغص على المصريين عيشتهم، طب احنا 70 قناه فضائيه و500 موقع الكتروني وعدد لجان الكترونيه اللي حصر له، وكل دول مش قادرين نسد قصاد 5 قنوات على اليوتيوب لا يملكوا الا بفضل الله عز وجل ثم بفضل حضراتكم كلمه الحق فقط لا غير. سلام عليكم.